السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. والنهاردة هنتكلم عن حاجات أنا بحبها زي موضوع البيم، الأوبن سورس، البرمجة المرئية. إيه الحاجات الجميلة دي؟ إيه اللي جاب الحاجات الحلوة دي؟ بص يا فاضل، النهاردة هنتكلم على الداينامو. الداينامو ده برمجة مرئية جوه الريفيت، زيه زي جراس هوبر، بس جراس هوبر موجود جوه الراينو. دلوقتي بقى احنا عندنا داينامو جوه الريفيت، تقدر تبرمج الحاجات اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال، انت موجود في الريفيت وشغال، وفي حاجه معينه انت عايزها تبقى موجوده في الاصدار الجاي من الريفيت تطلع، بس هما لغايه دلوقتي ما عملهاش. يعني على سبيل المثال، من تقريبا 2006 2007 وانا بتكلم مع شركه اوتوديسك، يا اخوانا البرنامج بتاعكم جميل وتحفه وليه مستقبل باهر، بس انا عايز حتى اضافه كده جميله. لما نصدر الاسكادولات تصدر كلها في امر واحد، تمام، ويصدروا على هي اكسل، مش يصدرها تي اكس تي وبعد كده حول تي اكس تي اكسل. كلام مش منطقي، يعني كلام من 2006 لغايه دلوقتي وما اتعملش في البرنامج. لعل وعسى، مش يعني ليهم اسبابهم، تمام. فبتاخد وقت ان انت كل شويه تفتح تي اكس تي وتحوله وبعد كده تعمله، فقصه، تمام. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تبرمج حاجه خاصه بيك. طب البرمجه، انا مش راجل مش مبرمج وهاخد وقت وحاجات زي كده. طيب الحل بقى ان انت تتعلم الداينامو. الداينامو بتبرمج من غير ما تكتب كود، يعني كانك بتفكر بس فكره منطقيه والبرنامج بيعملها، بيصدرها دي اكس تي، تمام. مش فكره الاكسل، لان في ادنس كتير عملتها وادنس كتير مجاني، بس انا بتكلم على الكونسيبت نفسه او المبدا نفسه، ان لو انت في حاجه انت محتاجها تقدر تعملها. يعني على سبيل المثال دلوقتي حالا انا عملت ايه؟ هنشرح كل حاجه بالتفصيل، تمام، بس ده مثال مثلا الحاجه انا عملتها دلوقتي. برمجت داينامو جوه الريفت، كام ده تقريبا من ساعه، يشوف ايه الورنينج الموجوده في المشروع بتاعي او ايه الحاجات اللي فيها اخطاء، مثلا حتتين داخلين في بعض بتاع، واديها لون احمر بحيث ان انا اقدر اركز عليه. وقلنا ان في داينامو هنوريه لكم، بس يمكن هاخد وقت فهخليه اديه لكم هديه، يعني تمام. الفكره كلها ان هو شاف لي ايه الحاجات اللي فيها مشاكل وورنينج وعملها، تمام. ما عادش اكتب شفرات ولا اكواد ولا حاجه خالص، مجرد وصلت الحاجات ببعض. ده الكود اهوت، هتلاقي بقى 1000 سطر موجود بقى و2000 سطر، وانا بذلت جهد لا خالص، الكلام كله ما خدش مني اكتر من 3 4 دقايق، تمام. وورنينج تولز، ادي لون للتولز واديها لون زي ما انا عايز، تمام. اديها مثلا لون ازرق، ران، خلاص الحاجات الورنينج كلها خدت لون ازرق. شفت الصوره ازاي؟ ممكن انا بقى ابعت لاوتوديسك اقول لهم لو سمحت اعملوا الحاجه ديت، واخد لهم بقى كام شهر على ما يتعمل. لا، ادي انا عملت الحاجه اللي انا عايزها وما خدتش حاجه خالص. طيب يبقى انا عندي حاجه اسمها البرمجه المرئيه، وحتى في على قناه بيم اريبيا هتلاقيني شارح حاجه اسمها سكراتش. دي الاطفال تقدر تتعلمها من سن 4 سنين، تمام، فيقدروا يتعلموا ايه البرمجه. مش هيكتب كود، انت بتسحب دراج اند دروب دراج اند دروب بلا بلا بلا، تمام. هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، موجود على قناه بيم اريبيا، بيشرح الاطفال من 4 سنين، وفعلا انا شرحت الاطفال ال4 سنين واستوعبوها وتعلموها بشكل حلو قوي. طيب يبقى انا لما هتعلم الداينامو يبقى انا كده كاني اضفت قوه الى قوه، قوه الى قوه في البرنامج. فتقدر تعمل اكتر من زين اوبشن، تقدر تخلي البرنامج يعمل تشيك على الحاجه. تشيك مش كلاشات، ما مشكله الناس انها فاهمه ان انا كل مطلوب مني ان ما يبقاش فيه كلاشات، بس اقدر تصميم غلط، اقدر ما فيش كلاشات، لكن انت مش حاطط شبابيك مثلا في قلب المبنى، ما فيش تهويه، ففي امراض كتير بتحصل للواحد بسبب التصميم الخطا. عايز احط كود او احط تشيك على الكود المصري للفاير فايتنج مثلا، ده مهم جدا، لازم كل معماري يكون عنده الكود دوت ويفهم مثال الهروب، يفهم المسافات، ويفهم كل الحاجات ديت، يعني اسمحوا لي يعني، تمام. ممكن مثلا ام اي بي يقدر يبرمج حاجات تتاكد ان هو الحاجات متوزعه تبع تكييف مثلا، تبع عشري، تبع الفاير، تبع الان اف بي اي، لايتنج بتوزع فيه راحه للبصر والرؤيه والحاجات دي كلها. تقدر انت تبرمج، تقدر يعني انت متخيل ان انت مش بتبعت لهم تقول لهم اعملوا لي، لا يا اخوانا خليكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا عملت اهو، تمام. وان شاء الله هديكم شويه حاجات
في المستقبل يعني تبقى حاجات قويه باذن الله. وطبعا احنا بنبقى شغالين ونتاكد مثلا ان مثلا عندي في كلاشات بقول حل الكلاشات، وفعلا عملت كذا داينامو بيحلل لي الكلاشات. كنت بشوف الورنينج، الورنينج ده كان بسبب مثلا مارك، بسبب ان بروح عامل داينامو يحلل لي المشكله دي تك 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 تك، بدل ما كان عندي ما يقارب من 10,000 كلاش، في بعضهم حليتهم واتبقى لي مثلا عدد معين، في حاجات بسيطه خالص اتعملت مانوال، وفي حاجات يعني خلاص حليتها بالداينامو، يعني كله اتحل الحمد لله تمام. فبتعمل كوردينيشن واقول له خد يا عم الاماكن ديت، ولو لقيتها مثلا ده مع ده تبقى تعمل مثلا اوبننج في ده. فالموضوع بقى سهل جدا وبسيط تمام. لو انت بتكتب كود فتكتبه بالشكل ده تمام. وانا شغلت في البرمجه كتير، وما بقولش ان انا محترف، لا ادعي هذا الشرف، لكن الحمد لله خدت كذا شهاده واسمي موجود في كذا لغه برمجه، ان انا من الناس الاوائل اللي يعني اتقنتها وشرحتها وحاجات زي كده. كملوا مثلا بروجرامنج وزي كود تكنولوجي. بس ان انت تكتب كود يعني بتبقى مبرمج، فبتبعد اكتر عن الهندسه والبيم والحاجات دي كلها. وانا نفسي ابعد يعني، انا نفسي افتح قهوه من الاخر يعني، بس هيبقى ممنوع سجاير وممنوع شيشه، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز يجي يعني اهلا وسهلا برضه تمام. فتخيل ان انت تكتب دول ولا تروح موصل، وهنشوف التوصيل ده سهل ازاي. يعني انا اقعد اكتب البرمجه مجرد، وبالذات مثلا ايه سي شارب، نسيت حاجه يعمل لك مشكله. ونحن نذكر قول الشاعر العربي الذي قال: فيجوال بيزك هي الاساس، يبرمج بها الاحساس، ولا سيمي كولن ولا اقواس، وتعلمها سهل لكل الناس تمام. ف هتلاقي ان البرمجه بدون كود احسن، وهو ده المستقبل، ان انت تقعد تدور في برمجه بدون كود، طب خلاص دخلني فيها. يعني في حاجات مثلا في البحث العلمي وفي الدراسات الاحصائيه لقيتها بيعمل نفس الحاجات اللي كنا بنقعد نكتب كود من غير كود، فخلاص انا بروح لها. هو انا غوى عزت نفسي تمام. طيب فالداينامو هنشوف دلوقتي ان انت الداينامو اوبن ونيو، وبتوصل حاجات ببعض، هنشوفها مع بعض، وممكن تحط واتش عشان تراقب الحاجه اللي بتحصل. ده البرنامج اللي انا وريته لكم تمام، وده واجهه العمل، وهنشوف مع بعض ان انت تقدر تعمل حاجات ادفانسد بشكل جميل جدا. وده القناه بتاعتي هتلاقي عليها فيديوهات، وده التليفون بتاعي والايميل والموقع، وهتلاقي حساب لي على فيسبوك واليوتيوب ولينكد ان وانستجرام وتويتر، ونقدر نتواصل مع بعض ان شاء الله. طيب احنا بنرغي كتير. طيب من الاصدارات اللي يعني تقريبا من 2006 2016 و17، الداينامو والداينامو بلاير بقى موجود في المانجر. كان في اصدارات قديمه خالص 2013 وكده كان بيبقى موجود في الادنس، دلوقتي بقى موجود اساسي. يعني كان في بعض الاصدارات القديمه بتضطر ان انت تسطبه ويظهر معاك في الادنس، لا هو بقى بينزل مع البرنامج اساسي. وفي عندي جنريتيف ديزاين، وده معتمد برضو على الداينامو. والجنريتيف ديزاين ان شاء الله نشرحه بالتفصيل برضو، كنا عملنا بعض الفيديوهات، وعملنا فيديوهات كتيره في الداينامو يعني، بس قلنا ايه نعمل فيديو كده يكون ظريف لطيف واحنا بنشرب قهوه تمام. القهوه هيت. طيب بنلاقي عندنا داينامو ودينامو بلاير. داينامو بلاير بتديله الداينامو هو يشتغل تمام، بكل بساطة بقول له خد الفولدر دوت وأنا عايز أشغل الداينامو بس. وأنا عندي مثلا في الشركة أفضل مثلا 20 داينامو اشتغلت بيهم فعلا أثبتوا جودة، وببدأ أشغل بيهم، بديله الفولدر وأقول له خد شغل لي دوت، يروح شغال ويبدأ إن هو يحل لي المشاكل أو ينفذ الأمر اللي أنا عايزه. أهوت دي أهم مثلا حاجات اللي أنا بشتغل بيها. طيب ممكن تقول له فولدر، وتحدد الفولدر اللي انت عايز تشغل منه الداينامو تمام. يعني على سبيل المثال ماي كمبيوتر، وبلاقي عندي مثلا فولدر اللي اسمه او، وبلاقي بيم، وبلاقي فولدر اسمه داينامو سكريبت. ده طبعا فيه كتير جدا فهيهنج، مش هيهنج يعني، بس خلينا نختار فولدر عشان نشوف الفكرة.
طيب شوف الدينامو اللي هو اسمه مرسل، مش عارف هو بيفتح ولا انا كنت نقلته من مكان تاني. طيب على العموم يعني بتقول له داينامو سكريبت وتقول له اوبن، فهو بيجيب لك الداينامو اللي موجود في الفولدر دوت، وتبدأ تدوس عليه ويبدأ ان هو يشتغل معاك. هنا بيفتح الفولدر اللي فيه الحاجة، وهنا تقدر تعمل ريفرش للحاجات، مثلا كلر بتبدأ تدوس عليه، هنا قول ابر يعني ده بتاع تكست، فلو عندك اي كتابات بيعملها تمام، اي كتابات معموله اول حرف كابيتال باسبور بيخلي كله كابيتال تمام، فهكذا بتدوس عليه. لو في حاجه مطلوبه بيبدا يقول لك الحاجه المطلوبه ديت ترو او فولس، تبدا تشوف الموضوع ده. فالداينامو بلاير ده اسهل كتير جدا، بدل ما افتح الداينامو واشوف الحاجات دي، مثلا تلوين عنصر بخاصيه معينه. اغلب الداينامو ده انا اللي عامله، وفي حاجات كتير انا حملتها من على النت. بنقول له مثلا هنا دوس هنا، يبدأ يجيب لك لو في خصائص معينة، تقول له مثلا أنا عايز ألون الوول مثلا تمام بخاصية ايه مثلا، تعال نشوف ايه الوول، لازم كابيتال كابيتال، أي حرف كابيتال يتكتب زي ما هو، مثلا بخاصية المارك مثلا، أو بخاصية، المهم تشوف ايه الخاصية اللي أنت مركز عليها، هو يبدأ يلون لك كل العناصر بالخاصية ديت تمام. مثلا توب اوفست، لو في اي حرف اتكتب غلط مش هيشتغل تمام، هي على العموم في البرنامج بتاع الريبكات وهكذا. فالداينامو بلاير بيفيدني كتير جدا في ان هو بيسهل عليا. هتلاقي حاجات مثلا خاصة بالليفل، حاجات خاصة بالجريد، هنا من الفلتر بتكتب بقى ليفل مثلا تمام، الليفل ريفرنس، في حاجات مثلا بيبدأ هو يرسم الليفلات، تقول له مثلا ارسم 5 ليفلات وهكذا تمام. ولو انت عايز تفتح الداينامو بيفتح الداينامو ويبدأ يعدل فيه. خلينا دلوقتي نفتح الداينامو ونشوف ايه الفكرة بتاعت البرمجة. وزي ما بقول لك اعمل فولدر خاص بأحسن داينامو عندك، وتبدأ ان انت تشغلهم. في حاجات مثلا كنت عاملها، بيبدأ يشوف مثلا لو في 2 روم داخلين مع بعض، لو في حتتين موجودين كل تيبيكال دوبليكيت، فبيلغي واحد فيهم وهكذا. فبنلاقي هنا نيو، وبنلاقي هنا كاستم نود، وبنلاقي اوبن، وبنلاقي دي اخر حاجات كنت شغال فيها، في اغلبها خاص بالاستدامه تمام، زي الدي لايت، زي الديستريبيوشن لايت، زي السولار، زي السان بوس تمام. ودي أمثلة لو أنت حابب إن أنت تجرب. طيب هقول له نيو ماشي، وتيجي تبص على الحاجات ببساطة خالص، دي الحاجات الأساسية، ودي أدنس أنا ضايفها، وما تضيفش أدنس غير لما تكون محتاجها. هنشوف نضيف مع بعض إزاي، بس خليني في الأول هقول لك إن أنت هتعمل إيه. مثلا أنا عايز تضيف بوينت، فتقول له هنا بوينت تمام، فيقول لك إن عندي بوينت ممكن تتعمل بأكتر من طريقة، باي كوردينيت جيومتري باي وهكذا تمام. فهقول له مثلا باي كوردينيت، يعني ايه باي كوردينيت؟ يعني هاخد الاكس والواي. طيب انا مش عايز الطريقه دي، هدوس هنا رايت كليك واقول له بوينت، بيقول لي برده نفس الحاجات، يعني هما الاثنين هيدوني نفس الحاجه، فاقول له باي كوردينيت تمام، وبيقول لي الاكس والواي وزد، هو افترضهم كلهم ديفولت بتاعه بزيرو، ولو جيت هنا هيديني الانفورميشن 0 0 0 0 تمام. طيب ممكن اجي هنا واروح قايل له دي انا عايز اضيف مثلا نمبر، بس انت مش هتقول له الرقم بتاع الاكس والواي والزد، هقول له 5 واي بي، لا هي لازم تبقى 5 فنمبر تمام. فبلاقي عند نمبر اهي ونمبر سلايد تمام. طيب نمبر ممكن تكتب مثلا هنا 5، طيب توصل بقى تسحب من هنا لهنا، بص اللي يحصل للنقطة اتنقلت 5 في الاكس، طيب واقول له انها في الواي كمان، فاتنقلت في الاكس والواي. خلي بالك هنا اوتوماتيك، ممكن نقول لا مانيوال. مانيوال يعني ايه؟ يعني لازم تدوس رن عشان الامر يتنفذ. هنا الزد هقول له حركها كده اهو،
الزيادة اتحركت. طب انا عايزها مانوال، خليها اوتوماتيك مفيش مشكلة، مانوال اوتوماتيك زي ما انت عايز. طب الرقم ده بيتغير بناء على ايه؟ ما انا عايز اعرف. تمام، ده الاسم بتاعه. طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعدل فيه. تمام، ادوس هنا بلاقي هنا ده المينيمم وده الماكسيمم وده الستيب. الخطوات بتاعتي هقول له مثلا لا انا عايزها رقم 1 2 3، فلما ازود طيب انا مش عايز 100 انا عايزها 50، يبقى الحد الاقصى بتاع 50. بص لما اتحرك هتلاقي النقطة دي بتنزل. طب انا عايز دول يختفوا والشغل اللي هنا هو اللي يظهر، هدوس هنا فدول بقوا هابطين، ولما اعمل زوم ما بيجوش معايا وهكذا. هي دي فكرة البرمجة بدون كود، او ال او يعني لما تسميها زيرو كود او تسميها لو كود. طب لو انا عايز اكتب كود دوس رايت كليك واكتب بايثون، بايثون سكريبت اهو، دوس بقى على بايثون سكريبت واكتب الكود اللي انت عايزه. هنا انبوت يعني الحاجات اللي هتدخلها، وهنا الاوتبوت يعني الحاجات اللي هتخرج من عندك. طيب عايز اكتب مثلا واتش، واتش يعني عايز اشوف. تمام، هوصل كده من البوينت للواتش. تمام، طيب عايز اقول له واتش 3 دي، خلاص هيجيب لي الشاشة اللي تحت دي وما فيش فيها حاجة غير الحاجة اللي انا هوصلها، فيبدأ يجيب لي النقطة بتاعتي. تمام، طيب وانا بكتب الكود فوجئت ان في حاجة مش موجودة جاهزة، فبضطر ادور عليها على النت، فبتلاقي باكج بتقول له سيرش فور ا باكج، بتلاقي باكج تقدر تنزل حاجة جاهزة، حاجة مثلا خاصة بالتسليح، حاجة خاصة بالستراكشر، لان لو حط كل حاجة في البرنامج الاساسي هتاخد يبقى معاك حاجات انت مش محتاجها. فهو منظمهم ان يعني انت بتبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه وتدوس بس على الزرار التحميل ده فيبدأ يتحمل. بتلاقي هنا فهم صغير بتدوس عليه فبيقول لك عايز انهي اصدار، فتبدا تختار انهي اصدار وهينزل فين وهكذا. تمام، الحاجات اللي انا كنت وريتها لكم تحت دي ادنس دي كلها متسطبه من الباكج. طيب بعد ما انا سطبت الباكج بقول له مانج باكج، مش باكج، باكج، ماشي. تمام، طيب بتلاقي دي الحاجات اللي انا مسطبها. تمام، جنريتيف ديزاين و بانج، بانج ده احتاجته لما كنت بعمل التلوين بتاع الحوايط، ماشي. طيب فممكن اجي هنا على التلات نقط دول واقول له وريني الكونتنت او وريني الروت دايركتوري. الروت دايركتوري ده مفيد جدا في ايه؟ ان انا ممكن اجي هنا واقول له روت دايركتوري جاب لي الفولدر المسطب، برضه ما استفدتش حاجه. لا استفدت، لو دخلت على الفولدر اسمه اكسترا، تمام، هتلاقي ادنس جاهزه، ادنس جاهزه. ادنس دي ممكن تاخدها كوبي وتحطها في الفولدر اللي هناك. خلي بالك هو البايثون ده اللي مش هيفيدك، اللي هو اللي هيفيدك اللي هو الداينامو اللي هو الدي واي ان. تمام، ف ممكن يكون حاطه في اهو باتر فلاي داينام اهو جاهز. تمام، تقدر انت تشغل برضه حاطه بايثون اكزامبل فايلز. يعني شو كل واحد بيسمي فولدر حاجه زي ما عايز. دول انا خدتهم وحطيتهم عندي في الفولدر وشغال بيهم. تمام، وان شاء الله يعني ايه ننزل لكم دروس خاصه، بس يعني الواحد يشتغل لان هو حاول يشرحهم على الجراس هوبر والراينو وحيد القرن. تمام، انا لما بتريق على اي برنامج او كلمة على اي برنامج تاني بيبقى المزاح، مش بفضل حاجه على حاجه. يعني واحد يقول لي انا تقدر تتريق على ريفيت، انا اقدر اتريق على نفسي شخصيا. طيب الباكج، تمام، ممكن تعمل بابلش، تعمل انت باكج معينه وتعملها. ممكن تيجي هنا في السيتنج وتقول مثلا عايز اشوف البريفيو، تقدر تخفي حاجات وتظهر حاجات زي ما انت عايز. طريقة مثلا الارقام اللي هتظهر وهكذا. طيب جنريتيف ديزاين دي من الادوات القويه جدا هنتكلم فيها، ان ممكن يكون عندك تصميم كبير فتقول له انا عايز اتحكم في قيود معينه في التصميم مثلا، او ان انا اقول له مثلا انا عايز عمارة 5 ادوار لا 10 ادوار، مجرد ان انت تعدل في رقم متعدل. احنا واخدين مثال بسيط بس ممكن في 3 4 دقايق نعمل لك عماره كامله، ويبقى مجرد ان انت تحرك الرقم دوت لان العماره كبرت وصغرت وهكذا. شرحناه في درس كده عن الجريس هوبر على بيم اريبيا. تمام، طيب هروح هنا اقول له اوبن جنريتيف ديزاين تولز. بيقول لي سيف اللي انت عامله دوت. طيب هنسيبه مثلا على الدي وفكروا ان بنمسحه، ده مجرد بس ايه مثال كده.
تمام. هنا دي بقى بتفيدني في ايه؟ لو في اي مشاكل بيبدا يظهر لي، تمام، لو في اي مشاكل تبدا يظهر لي. وفي برضو لو في استعملت انا او بفتح داينامو في واحده فيهم تبع ادنس او تبع باكج مش موجوده، فبيقول لي عليها ويقول لي ان انا طب طيب خلينا الغي دي، تمام، لان بيعمل معاه مشاكل، بيقول لي ان في مشكلتين، بتبدا تشوف المشاكل الموجوده ويتحلها. طيب، فهي فكرة الداينامو هي زي ما انت شايف حاجة بسيطة خالص. هنا تقدر تعمل بقى زوم، تقدر تعمل تشوف شكل الكونكتور تايب، ممكن كيرف او بول لاين، لان بعض الشروحات كان معمول بالشكل دوت، تمام. باكج 3 دي فيو، هو بيقول لي شو جريد، ممكن تخفي الجريد، ممكن تخفي الباك جراوند، وهكذا. هنا الايديت الاوامر الطبيعيه، تعمل جروب، تعمل كاستم نود، سيلكت اول فايل، تقدر تسيف الملف او تفتح واحد جديد، وهكذا. لو جيت هنا هتلاقي مثلا فرض مثال عايز ارسم لاين، تمام، هاجي هنا واقول له انا عايز ارسم لاين. طيب اللاين هديله اول نقطه وتاني نقطه، مظبوط اهو. انا ما بعرفش اشتغل بالشكل ده الصراحه، وخليني بحب انا الكيرفات في الداينامو، بحب الكيرفات في الداينامو، ماشي، عشان ايه نبقى مفهومين صح، تمام. انا خدت النقطه وكررتها، ماشي. طيب في غلط هيحصل دلوقتي، ليه؟ قلت له اول نقطه اهي ستارت بوينت، وتاني نقطه اهي الاند بوينت. جه طبق عمل لي غلط، خلي بالك من هنا، اجي هنا عشان افهم الغلط، هيقول لي ازاي هترسم خط بالنقطة والنقطة التانية اللي جنبها، اقول له اه صح. طب اعمل لي كده، اه رسم لي خط اهو. فين الخط ده؟ دوس هنا وابدأ اعمل زوم، هتبدأ تشوف الخط بتاعك، تمام. ففي نفس الطريقة دي برضو تقدر تعمل اي شكل من الاشكال. لو جيت هنا هتلاقي عندي حاجات جيومتري اهيت، تقدر ترسم كيرفات، تقدر ترسم سوليد بالشكل دوت، اي حاجة هتيجي ترسمها. هيقول لك والله عشان ارسم كون مثلا محتاج مثلا الارتفاع قد ايه، الستارت ريديس قد ايه، او ارسمها لي بالشكل دوت، ماشي. الارتفاع محتاج مثلا نديله هتلاقي ان انا مش بحفظ كود ولا بكتب كود، انا بفكر تفكير منطقي. الارتفاع بتاعي مثلا اهو، طب الستارت ريديس قد ايه والانت ريديس قد ايه، خلينا نقول له اهو واهو الاند ريديوس، واخد بالك؟ واخد بالك؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ان انت تقدر تعمل حاجات كتيرة قوي متحركة، ما بقاش الحاجة ثابتة، بقى شكل بيتحرك زي ما انت عايز. واحنا ما كتبناش، احنا ما كتبناش حاجة صعبة، يعني اولا ما كتبناش اي كود ولا شفرة ولا حاجة خالص، ده انت بتوصل بس الحاجات ببعض، عملت اللي انت عايزه، تمام؟ ده نفس تقدر بقى تشوف اي تصميم انت عايز. يعني على سبيل المثال مثلا ايه، بعد ما عملت الابواب كلها عايز تعمل لهم حركه معينه، تمام، شفت الحركه دي، تروح بقى عامل حركه زي احمد حلمي وتقول له مثلا في كل الابواب اعمل لي دايره، اعمل لي كذا، كل اللي انت عايزه تقدر تعمله من خلال الداينامو، تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل ان شاء الله.